زي ما كنت بقول لحضراتكم، العنصر النسائي عامل يعني شغل محترم جدا في كل الرياضات، وتحديدا لو هنتكلم عن رفع كمان الأثقال البارالمبي. صباح الهنا. صباح الورد. خلينا نتعرف بيكي الأول. أميمة عمر، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمؤهلة رقم 4 في الترتيب الدولي في الرانك العالمي. أولا احنا أبطال زي القمر، ده انت أكيد حاجة عارفاها. متشكرة جدا. خليني بقى اعرف ونعرف الساده كمان للمشاهدين اكتر عن بطلتنا، يعني بقالك قد ايه في هذه الرياضه؟ اشمعنى اخترتي تحديدا رفع الاثقال؟ أنا بقالي 18 سنة بلعب رفع أثقال، مهندسة في إحدى شركات الاتصالات. ما شاء الله. هي اللي اختارتني بصراحة، لأن أنا بعد مشوار طويل في العلاج، علاج رجليا وكده، فالدكتور رشح ووصى إن أنا لازم ألعب رياضة بحيث إن الجزء اللي فوق يبقى أخف من الجزء اللي تحت علشان أقدر أمشي. فلقيت بصراحة إن رفع الأثقال هي أكتر حاجة من أول مرة دخلت فيها بطولات أخدت على طول جوائز، يعني فلقيت بشكرك جدا، وانتوا اللي هتشرفونا بإذن الله ودايما مشرفينا.